السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في شهيوة من شهيوات الرمضانية وخصوصا العصائر. اليوم بغيت نقدم عصير جديد ومتميز ومنعش أيضا في هذه الحرارة ديال الجو وحرارة الصيام، اللي هو العصير بالبطيخ البلدي والمانجا والبرتقال. إذا كنحتاجوا لهاد العصير هذا، عندنا كمية ديال البطيخ هنايا. هاد البطيخ يكون خصو يكون رطب، ما يكونش من داك البطيخ القاصح، يعني يكون بحال شكل ديال السويهله ولكن هو بطيخ. هاد البطيخ هذا يمكننا أيضا نصوبوا به هاد العصائر هادي، إلا في حالة إلا وجدنا أن البطيخ ضعنا فيه، يعني جانا مسوس، يعني ماشي حلو بزاف، فما ما كان نرمي وحش ولكن نستعملوه كعصير. هنا كنحتاجو نص سيترو ديال عصير البرتقال، كنحتاجو واحد الياغورت من بالنكهة ديال الخوخ، كنحتاجو كمية ديال السكر حسب الذوق، وهنا شوية ديال المانجا مقشرة. إذا نبداو على بركة الله، ناخدو الخلاط نصبو فيه هاد العصير ديال البرتقال، واللي ما عندوش يعني الليمون البرتقال يعصرو، يمكن له يستعمل العصير المعلب. اذا ناخذ هنايا الكميه ديالنا الكافيه ديال البطيخ، انا هنا غادي ندير على حسب يعني عصير البرتقال، واش بغيتو خاتر ولا بغيتو خفيف، حنا نديرو كميه شويه ومن بعد نشوفو. عندنا هنايا هاد نصف مانجا مقطعه، غادي ناخذو كميه هنا عندي ديال رايبي، واللي لقى يعني ياغورت يدير بحال غادي اللون ديالو كيف كتشوفو كرافيت. غادي ندير واحد الكميه قليله حتى نخلط ونشوف. ندير هنايا كميه ديال السكر، دائما انا كندير جوج معالق ونص، ونخلطوا هذا الشيء بالخلاط حتى تنسجم جميع العناصر. عفوا نديروا الضوء. إذا غادي نبقى نخلط ونزيد على حسب يعني الخفة ديال هذا العصير. اللي بغاه ثقيل غادي يزيد من البطيخ بحال هكا اللي شاطلي، واللي بغاه خفيف يخليه هكاك خفيف، يعني يكون خفيف بزاف. اذا انا غادي نشوف على حسب الذوق ديالي كيفاش بغيت العصير، ديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا شكله النهائي. كيف كتشوفوا العصير كيبان لي هنا خفيف بزاف. انا غادي نزيد واحد شويه من هذا البطيخ، نزيد، وايضا على حسب افراد الناس اللي عندنا في الدار، الا كانوا عندنا الناس بزاف غادي نزيدوا الكميه كبيره. غادي نخلطوا الان، غادي نشوفوا مره اخرى، هو بدا كيتقال ويعقد بحال هكا مزيان. اذا غادي نكمل انا هاد الطريفات اللي بقاو، ما نخليهمش يبقاو هكذا. نزيد ايضا شويه من هاد اليوغورت باش يعطيني اللون، نزيدو كميه شويه ديال السكر ونخلط. كيف كتشوفوا الخليط ها هو الجنس عندي،
دابا مزيان. اذا اللي داقو عندي كيحسبوا راه العصير ديال المانجا وهو راه ديال البطيخ، لان ضفت له كيف كتشوفوا غير شويه ديال نص الحبه ديال المانجا. الان غادي نفرغوا في الكؤوس ونشوفوا طريقه التقديم ديالو كيفاش غادي يجي. كيف كتشوفوا العصير ديالنا ها هو وجد، كنقدموه في هذه الصينيه هذه ونديروه في القرعه، عندها شكل ازوين. الان نصبوا كميه منه في الكاس باش نشوفوا الخطوره ديالو كيف كتجي. كيجي على هذا الشكل. نتمنى ان هذا العصير يعجبكم وتجربوه في البيوت ديالكم مع افراد الاسره. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم لافيديو، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلكم دائما الجديد. وبالصحه والراحه.